نعود إلى أخبار اتحاد العاصمة والقرعة الخاصة بكأس الكونفدرالية، أين يلتحق بنا توفيق قريشي المناجر الرياضي لفريق اتحاد العاصمة والمدير الفني الوطني السابق. توفيق قريشي، أهلا بك معنا عبر المباشر. مساء الخير، نحييك ونحيي كل متتبعي قناة الشروق. التحية متبادلة. ربما توفيق قريشي، أول انطباع بخصوص هذه القرعة الخاصة بفريق اتحاد العاصمة؟ الانطباع الأول أولا اللي ارتحنا له أنه مش راح تكون سفريات كبيرة، لأن السفر يتعب كثير، وكنا عشنا يعني في المدة الأخيرة تنقلات كبيرة بالنسبة للكاس السوبر وكاس ومع الفيس تاع الرباط، وعرفنا ما هو دور التعب على مردود اللاعبين داخل الميدان. وبالتالي أولا اللي ارتحنا لها أنه نلعب مع فريقين، الفريق الليبي والفريق المصري، ولكن بطبيعة الحال كان الفريق اللي راح تكون في أقصى جنوب القارة الإفريقية. صحيح، سنتعامل مع هذا الوضع، لكن بالنسبة للمستوى والصعوبة المأمورية هذه الفرق كلها يعني متأهلة إلى هذا الدور، يعني تأهلت بجدارة ووصلت لهذا الدور ماهوش صدفة. وبالتالي نقول أن الحظوظ متوازية، ولازم تكون الجدية وأخذ بعين الاعتبار كل مقابلة لازم نعطيها القيمة اللي تستاهلها، ماهوش أكثر من قيمتها. زيد على ذلك نعطيك على الورق الحظوظ متكافئة وحظوظنا قائمة وقائمة جدا، لكن هذا على الورق. وبعدين الأمور هذه لازم تجسد داخل الميدان. نعطيك على سبيل المثال على الورق مقابلتنا مع مقابلة الأهلي، يعني كان 90% ولا 95% كل الناس دارت باللي الأهلي هو اللي سيفوز بالكاس أمام جمهور تاعه قوي جدا. بطبيعة الحال طبعا لعبنا خارج ديار مثلنا مثل الفريق الأهلي، لكن الواقع الميدان برهن أنه ما هو في الورق ممكن لا يجسد داخل الميدان. إذن القضية قضية وجود وقضية تحضير وقضية جدية يوم المنافسة، وهذا اللي سنعمل عليه. بطبيعة الحال السيد عبد الحق بشيخة عنده باع كبير في هذه المنافسة، وحاصل على كاس الكاف مع بركان، نعم، وحاصل على كاس الكاف مع اتحاد مع الفريق تاعنا وكاس السوبر. نظن يعرف الأمور كيفاش لازم تسير، وبالتالي سيأخذ كل هذا الجوال بعين الاعتبار. نعم، توفيق قريشي، ربما ما فيهش تخوف إن صح التعبير من الفرق العربية؟ نعرف دائما المواجهات العربية فيها جرينتا يعني. لا طبعا طبعا، ممكن سيطغى طابع الدربي على المقابلة مع الفريق المصري والفريق الليبي، لكن نأكد لك مرة أخرى أنه هذا الأمور اللي موجودة على الورق والأمور اللي ممكن نحن نتصورها، حقيقة الميدان شيء آخر. وبالتالي أنا دائما أولا كتقني قبل ما نكون مسير بتخوف من الفريق تاعي أكثر من تخوف من المنافس. إذا كان الفريق تاعي محضر كما ينبغي ويكون حاضر في يوم المقابلة لا داعي للخوف، وبالتالي نعرف انه الفريق تاعي راح يفرض نفسه. اذا كان الفريق تاعي غايب يوم المقابله وما يلعبش بالمستوى اللي متعود يلعب به اكيد حتصعب المأمورية. وبالتالي احنا الفريق تاعنا الحمد لله فريق متكامل، العمل خاصه انه اللاعبين هذو كلهم اكتسبوا خبره كبيره خاصه في مقابله الاهلي، وايضا مقابله الذهاب والاياب مع الفريق الفيس الرباطي كانت مقابلات سهلة، وعرفوا اللاعبين أنه الميدان هو الفاصل بين كل الفرق. وبالتالي احنا نحضر أكثر اللاعبين تاعنا بإذن الله من هذا الجانب باش في كل مقابلة عندها خاصيتها، ونحضر حسب خاصية كل مقابلة. نعم، توفيق قريشي، ربما الأمور إن صح التعبير سارت في صالح اتحاد العاصمة بخصوص السفريات البعيدة، لأنه نعلم أنه المدرب عبد الحق بن شيخة سبق له أن اشتكى من هذا النقطة بالتحديد. طبعا طبعا، كاس السوبر ما عندنا من نشتكيه،
تشتكي ممكن من طول السفرية والتعب اللي أثر على اللاعبين، لكن هذا قرار تاع الاتحاد الإفريقي والمقابلة لعبت في السعودية، وكان التنقل تاعنا في البداية عند الذهاب ممكن التعب ما لعبش دور كبير جدا على راحة اللاعبين وعلى نفسية اللاعبين، لأن كنا رحلة واحدة، لكن التعب دا يلعب الدور تاعه على النفسيات وعلى مردود اللاعبين عندما رجعنا من السعودية. عندما ترجع من السعودية وتخرج من الفندق الساعة 4 مساء وتصل إلى الجزائر يوم غد على نفس الساعة 4 مساء، يعني من الفندق اللي خرجنا منه حتى الجزائر 24 ساعة وإحنا بين المطارات وبين الطائرات، وثلاثة أيام من بعد تسافر إلى المغرب باش تلعب مقابلة تاع فتح الرباطي، تمشي لتونس تقعد 6 ساعات في المطار وانت تنتظر باش تروح لكازابلانكا، بعد كازابلانكا تمشي إلى الرباط ونصل على الساعة 6 صباحا. ترجع زيد تلعب مقابلة أخرى ضد فريق بارادو 3 أيام و4 أيام بعد زيد تلعب فريق. هذا كله أثر على مردود اللاعبين، وإحنا نقول لك بكل صراحة مقابلة بارادو أنا كنت منتظر المردود اللي ما يعكسش مستوى الفريق تاعنا مع فريق بارادو. نعم. كنا متخوفين كثير من هذا المقابلة، لكن بالنسبة لهذه المقابلة هي مقابلة البطولة، عندما تضيع مقابلة أو اثنين تقدر تسترجع هذه المقابلة مع مرور الوقت، لكن عندما تضيع التأهل إلى دور المجموعات لازم تنتظر سنة أخرى ولازم تحضر المراتب اللي تسمح لك باش تشارك في كأس الكاف. بالتالي كان التركيز بالدرجة الأولى على مقابلة الفتح الرباطي. نعم. أكثر ما هو على مقابلة بارادو. الحمد لله الهدف تحقق، والآن عندما تدخل إلى دور المجموعات بطبيعة الحال تسير كاين 6 مقابلات، وهنا تدير حساباتك وتسير مقابلة بمقابلة باش تكون عندنا فرصة التأهل إلى الربع النهائي إن شاء الله، وهو ما نتمناه بطبيعة الحال. توفيق قريشي، البداية ستكون خلال شهر نوفمبر، ملعب 5 جويلية جاهز لاستقبال مباريات اتحاد العاصمة في كأس الكاف؟ طبعا احنا اولا كنا درنا مراسلة لإدارة الملعب الأولمبي تاع 5 جويلية، وقبلونا لا دوميسيلياسيون في ملعب 5 جويلية بالنسبه لمقابلات البطوله ايضا، والمقابله تاعنا ان شاء الله ستكون ان شاء الله حسب المعلومات اللي عندي الملعب سيكون جاهز يوم الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر باذن الله، واحنا بدا من المقابله الاولى تاع كاس افريقيا تبدا يوم 24 في شهر 11، اذا اعتقد ان كل الامور تكون جاهزه بس الفريق يمشي يستقبل المنافسين تاعو في ملعب 5 جويلية. زيد على ذلك عندما نقول لك التنقل تاعنا ايضا لوهران ما كان سهل، لان التنقل تاع وهران جاء بعد المقابله تاع بارادو، وكل هذه الامور حتى المردود نقدر نقول لك ما كناش في احسن احوالنا باش يكون التاهل والمردود ايضا، لكن عندما تلعب مقابلات تاع كاس المهم هو انك تتاهل او تفوز بالكاس، وهذا ما حققناه في مقابله السبر وفي المقابله الذهاب واياب مع الفتح الرباطي. ان شاء الله امام جمهورنا في 5 جويلية يعني واقل سفريات واقل تعب الفريق تاعنا سيظهر بالوجه الحقيقي تاعه. نعم. توفيق قريشي، ربما هل ستعطون ان صح التعبير فريق شباب الوزداد الوصفة الخاصة بالفوز على الأهلي المصري؟ الأهلي المصري أولا أنت تعرف أن كل مقابلة ما تشبهش المقابلة اللي تلعبها، يعني المقابلة تاعنا مقابلة ما تشبه مقابلة، كل مقابلة عندها الخاصيات تاعها، وبالتالي الشيء اللي ممكن يشجع شباب الوزداد انه فريق بتاريخه بألقابه بأرمادة اللاعبين فريق تستطيع ان تفوز عليه وتستطيع ان تحقق نتيجة ايجابية بتنظيم جيد داخل الميدان بعزيمة وإرادة وبتركيز من البداية الى النهاية، نهاية المقابلة حتى صفارة الحاكم قادر شباب الوزداد يحقق نتيجة ايجابية، وهذا ما نتمناه لانه فريق جزائري مثل الجزائر،
نظن ماهوش عقبة كبيرة إذا كان فريق شباب الوزداد جاهز إلى هذا المستوى من المنافسة. نعم توفيق قريشي، ربما آخر سؤال يتعلق بمواجهة الغد أمام الشبيبة القبائل والبداية غير الموفقة لحد الآن بالنسبة لاتحاد العاصمة في البطولة الوطنية. غير موفقة لأن لعبنا مقابلة واحدة في أي ظروف لعبناها أمام بارادو المقابلة. صحيح في أي ظروف لعبنا هذا المقابلة، شاهدنا أن الفريق تاعنا ممكن لو كان لعبنا بفريق الرديف سيكون أكثر جاهزية لأنه مرتاح. الفريق كان منهار نفسيا وبدنيا بعد رجوعنا، أنا قلت لك بعد الرجوع من السعودية خرجنا من الفندق الساعة 4 مساء وصلنا الجزائر يوما بعد هذا اليوم غدوة من ذاك على الساعة 4، 24 ساعة وانت في تنقلات، ومن بعد تصل حتى احنا كمسيرين ما لعبناش داخل الميدان، ولكن كان تعب كبير جدا من ناحية نفسية ونقص النوم كما يقول لك. النوم صعب جدا باش تسترجع الساعات تاع النوم اللي تضيعها في 24 ساعة ولا 48 ساعة، لازم لك مدة زمنية على الأقل 4 أو 5 أيام، هذا غير نقص النوم بس، ما نتكلمش على العضلات والنفسيات، كل هذا يأثر عليك. إذا ما نقدرش نقول بداية غير موفقة، لأن لعبنا هذه المقابلة بداية موسم في ظروف صعيبة من ناحية الراحة ومن ناحية الاسترجاع، وكنا منتظرينها يعني كل الناس المسيرين والمدرب ولا اللاعبين أيضا نفسيات كانوا ما كانوش جاهزين تماما لمقابلة مثل هذه أمام فريق اللي كان النفسيات تاعو يعني موتيفي. عندما تلعب فريق اللي فايز بكأس السوبر وفايز على تأهل على فايز على الأهلي المصري يعني بجمهوره وتجي للجزائر، كانت لوسما ايتي سورس دو موتيفاسيون بور ليكيب دو بارادو، باش يوريو باللي عندما تلعب أمام فريق قوي رانا فزنا على بطل الأبطال في إفريقيا. وجودنا يوم الميدان كان حافز كبير بالنسبة للشبان، يريدوا يبرهنوا على إمكانياتهم أمام فريق اللي فاز بكأس السوبر. نعم توفيق قريشي، نتمنى لكم التوفيق في هذا الدور، دور المجموعات لكأس الكاف، إذا المانجير العام لفريق اتحاد العاصمة، شكرا لك على كافة هذه التفاصيل.